أهلا بكم مشاهدين الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد فيها أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. البداية من صحيفة الشرق الأوسط ومقال الكاتب وليد خدوري بعنوان خطوط سكك الحديد عبر العراق والمصالح مع دول المشرق العربي. وافق العراق مؤخرا على تشييد سكتين حديدتين، الأولى ممتدة من ميناء الفاو الكبير في جنوب العراق وشمالا إلى فورم الشهر الحدودية مع تركيا. الهدف من هذا الخط تشجيع التجارة السفر ما بين العراق والدول الخليجية العربية والشحن مباشرة إلى تركيا فأوروبا ووسط آسيا. لقي هذا المشروع ترحيبا واسعا لما فيه من مصالح اقتصادية للعراق ودول الخليج العربي، لكن تم لاحقا التوقيع على خط سكة حديد ثانية طولها 32 كيلومترا ما بين الشلامجة الإيرانية والبصرة، وهذا المشروع يضر بالعراق ولا يخدم سوى مصالح إيران. برز الاختلاف ما بين العراق وإيران منذ اليوم الأول حول الهدف من هذا الخط الفرعي، فهل هو لنقل الركاب فقط إلى العتبات المقدسة في النجف وكربلاء حسب التصريحات العراقية، أم لنقل الركاب وشحن البضائع ووسيلة لربط خطوط السكك الحديدية الإيرانية مع سوريا عبر العراق حسب التصريحات الإيرانية؟ في ظل التطورات الإقليمية الحالية، بالذات سياسات إيران ومطامحها في دول المشرق العربي، ناهيك عن تصريح كناني أعلاه، فالهدف استراتيجي وعسكري من خلال ربط سكتي الحديد الإيرانية والسورية، فلماذا إنفاق العراق ملايين الدولارات لمد شبكة حديد فرعية عبر منطقة خطرة عسكريا، ومن ثم تحمل نفقات الإصلاحات المستمرة وارتفاع بوليصات التأمين التي سيتحمل عبئها العراق لتشييده ومسؤوليته على الخط والبضاعة المارة عبره؟ لماذا لا يكتفي العراق بتشييد سكته الحديدية الجديدة ضمن حدوده بربط ميناء الفاو الكبير بخور مشهر الحدودية فالشبكة التركية ومن ثم بالأسواق الأوروبية ووسط آسيا؟ لماذا تعريض العراق لمشروع ضخم في منطقة حرب؟ وما مصلحته في ذلك؟ وإلى موقع كتابات ومقال بعنوان الربط السككي هل يكون رصاصة الرحمة على ميناء الفاو وطريق التنمية للكاتب نهاد الحديثي. وضع رئيس الوزراء العراقي محمد الشياع السوداني ومحمد مخبر الإيراني النائب الأول للرئيس الإيراني حجر الأساس لمشروع الربط السككي بين منطقة الشلامجة الإيرانية ومدينة البصرة العراقية. خطوط السودان هذه جاءت مغايرة لما كان قد صرح به أو طرحه عندما كان نائبا في البرلمان، إذ أكد في مقابلة أجراها الأخير عام 2021 أن أي ربط سككي مع دول الجوار هو تفريط في جميع موانئ العراق، وبالتالي تفريط بأهم ورقة يمتلكها العراق بحكم هذا الموقع الجغرافي المتميز الذي يتمتع به. على الرغم من أن الحكومة العراقية تقول إن الخط يستهدف نقل المسافرين، فقد اعتبر وزير النقل العراقي السابق عامر عبد الجبار هذا الادعاء مجرد أكذوبة، لأن اتفاقية إقامة الخط لا تحصر هذا الهدف، ولأن الحمولة المحورية لتحميلات الخط تبلغ نحو ضعف الحمولة المحورية لو كان الخط مكرساً لنقل المسافرين فقط. وسواء تعثر مشروع ميناء الفاو الكبير أو حتى لو تم إنجازه، فإن الموانئ الإيرانية سوف تكون شريكاً مباشراً أو حتى بديلاً للميناء العراقي. الربط السككي مع إيران لا يهدف إلى نقل المسافرين، وهذا الادعاء كاذب لعدم ورود أي حصرية بذلك، وكان الأجدر تحديد مواصفات السكة بحمولة محورية تبلغ 15 طناً، وغير ذلك فهو خداع للشعب العراقي، لأن الحمولة المحورية التي أقرها الاتفاق تبلغ 25 طناً، وهي حمولة بضائع وليست حمولة مسافرين. وحذر النائب والوزير السابق وائل عبد اللطيف من إنجاز مشروع الربط السككي مع إيران قبل الانتهاء من بناء ميناء الفاو الكبير، وشكك بأن يبقى الخط مخصصاً للمسافرين كما تقول المصادر الحكومية،
وحذر من أنه قد يتحول إلى نقل البضائع، الأمر الذي سيتسبب بتهميش ميناء الفاو الكبير لصالح الموانئ الإيرانية. وإلى صحيفة العربي الجديد ومقال الكاتب أياد الدليمي بعنوان كركوك برميل النفط والبارود. يتجدد الصراع على المدينة النفطية التي يقال إنها تطفو على خزين نفطي يقدر ب 140 مليار برميل، إذ يسعى إقليم كردستان العراق إلى ضم المدينة، بينما ترى فيها بغداد مدينة لا تخضع لسلطة الإقليم. ويقول الكاتب طريقة تحكم السلطة الاتحادية في بغداد وسلطة الإقليم بشأن عادية المدينة تثبت مرة أخرى أن طبيعة النظام السياسي الذي شكل في العراق عقب الغزو الأمريكي عام 2003 تآمرية لا تعترف بمبدأ الوطن الواحد. ولعل ذلك من أكثر ما يميز حقبة العشرين عاما المنصرمة من تاريخ العراق الحديث. ما زالت دولة المكونات التي أريد لها أن تتشكل عقب الغزو لا تهتدي إلى أي حلول لكثير من أزمات البلاد، ومن بينها أزمة كركوك المدينة التي يرى فيها الأكراد خلاصهم من الشراكة مع نظام بغداد السياسي وخطوتهم الأهم نحو الاستقلال المنشود. ما جرى في كركوك قبل أيام ينذر بقادم أسوأ. الشريك المهيمن على السلطة الإطار التنسيقي كان قد وعد شركاء الوطن من الأكراد والسنة بتلبية مطالبهم مقابل دعمهم حكومة إطارية برئاسة محمد الشياع السوداني، وتم التوقيع على محاضر تلك التعهدات. ولكن وكما في كل مرة أخل الطرف الممسك بالسلطة والمال والسلاح الدولة بين هلالين بتعهداته، فعندما حاول الوطني الكردستاني العودة إلى مقراته في كركوك طبقاً للاتفاق فوجئ بأن السلطة أعدت كميناً محكماً يتمثل بتظاهرات غاضبة رافضة عودة الوطني الكردستاني إلى مقراته، بينما ينتظر العرب السنة الفرج النازل من المنطقة الخضراء أو السماء لسحب الميليشيات من مناطقهم كما تعهد الإطار. إلى مقال نشرته صحيفة طريق الشعب للكاتب عبد السادة البصري حول الحديث عن ساكني العشوائيات ومن يساومون بالمتجاوزين وعن ضرورة رفع التجاوزات. يقول الكاتب تصل الأمور أحياناً إلى تهديم ما بني تجاوزاً، ما يجعل الناس في حيرة من أمرهم. هل سأل المسؤولون أنفسهم عن سبب نشأة وكثرة هذه العشوائيات؟ والعشوائيات هي المناطق الخالية التي اضطر الناس إلى بناء مساكن فيها بعد 2003 بسبب أزمة السكن المزمنة، وشيدوا بيوتهم تلك كيفما اتفق بلا تخطيط عمراني ولا خدمات، وأغلبها من الصفيح وقد سميت بالعشوائيات أو الحواسم وأحياناً التجاوز. في محافظاتنا الوسطى والجنوبية خصوصاً انتشرت هذه التجمعات بسبب لا مبالاة السلطات واستشراء الفساد. اللامبالاة تجاه حياة الناس وعيشهم، سواء عاشوا أو ماتوا، أكلوا أم جاعوا، سكنوا أو باتوا في العراء، فالمهم السيد المسؤول يتنعم بما لذ وطاب والآخرون إلى الجحيم، والمهم استمرار الفساد الذي شرعنته المحاصصة المقيتة ولا تزال تضيف إليه كل يوم منافذ فساد أخرى. ساكنو هذه المناطق هم الأكثر تضرراً في هذا الوطن، فيما هم الأكثر ارتباطاً به وانغماساً بحبه، وتقديمهم الغالي والنفيس في كل المواقف الصعبة لأجله. هؤلاء المواطنون الأصلاء يحتاجون إلى وقفة حق وبضمير حي نابض بحب الوطن والناس ينصفهم ويمسح عرق تعبهم وانتظارهم ويمنحهم سكناً يليق بهم وبتضحياتهم وإخلاصهم، وهذا حق مشروع لهم. إلى صحيفة الإندبندنت ومقال الكاتب رفيق خوري بعنوان مدفيديف النووي رجل يوم القيامة. خلال حرب أوكرانيا دق مدفيديف غير مرة ناقوس يوم القيامة، وخطب الغرب بالقول إنه لا أحد يستطيع إلحاق هزيمة بدولة نووية في الحروب التي وقعت بين الهند والصين كما بين الهند وباكستان، وهي دول نووية.
فإن التهديد بالسلاح النووي بقي خارج اللعبة. أما الحرب الروسية ضد أوكرانيا فإنها فتحت الباب أمام التلويع بالسلاح النووي. والرئيس فلاديمير بوتين تحدث غير مرة عن استخدام السلاح النووي ضد أي تهديد وجودي لروسيا، وكان من بين التحديثات العسكرية التي طلبتها أو طلبها تطوير الترسانة النووية لتثبيت توازن الردع النووي. كلما جرى التهديد بالسلاح النووي كان وزير الخارجية سيرغي لافروف يخفف من وقع التهديد بالقول إنه لا أحد يريد حربا نووية. وما تردد عن الرئيس جو بايدن في القول لم نواجه احتمال حدوث نهاية العالم منذ كينيدي وهزمة الصواريخ. الصوت الأعلى في التهديد المستمر هو صوت ديمتري ميدفيديف الذي يستحق لقب ميدفيديف النووي، فهو الصديق والمحامي الذي جاء مع بوتين من بطرسبورغ إلى موسكو، رجل لكل الأدوار التي يعطيها إياه بوتين. خلال حرب أوكرانيا دق ميدفيديف غير مرة ناقوس يوم القيامة، خاطب الغرب بالقول إنه لا أحد يستطيع إلحاق هزيمة بدولة نووية. أعاد التذكير بقول خروشوف: شئتم أم أبيتم التاريخ في صالحنا وسندفنكم. غريب أن يتحدث الرجل بكل هذا الاطمئنان والتبسيط عن نهاية العالم، لكنه يهدد بالوكالة عن سيده. والسيد الذي في الكرملين يدرك أنه لا يستطيع استخدام السلاح النووي، ويدرك ما عبر عنه الجنرال ليونيد بريشيديسكي بالقول: كيف يمكن إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا إذا لم تتم هزيمتها في حرب أوسع من جغرافيا أوكرانيا؟ والآن مشاهدين إلى فقرة الكاريكاتير. مديريات الأوقاف لا يملك الوقف، بل الذي يملك الوقف هو المتولي. يعني اليوم نسمع في العراق مثلا الوقف السني يقوم ببيع أراضي في بعض المحافظات ليس من حقه أن يبيع. قرأت مرة وثيقة تتكلم عن الأوقاف في بغداد قبل 300 سنة، وصل الأمر لم يبقى فقير في بغداد، فتم إعطاء فاضل ما زاد من هذا الوقف إلى اليهود والنصارى حتى يعني يدفع عنهم. حينما يعني بدأت أقرأ الوقف في الموصل وكأنه عبارة عن نسر رأسه يمتد إلى الجنوب في داخل الموصل، جناحه الأيمن يمتد فيدخل إلى حلب ثم حماة ثم المسجد الأقصى المبارك. أن على كل عائلة أن تبحث عن هويتها، لأن هويتها هوية أصيلة، خصوصاً إذا كانت هي قد دونت في سجلات النفوس عند نشأة الدولة العراقية الحديثة. في محاولة للمقارنة بين الأوقاف في الغرب مثلاً وفي بريطانيا والأوقاف في بلادنا الإسلامية وخاصة في العراق، ما وجه الشبه والاختلاف؟ عثمان سعيد أستاذ الشريعة والقانون في لقاء خاص يأتيكم في الأوقات الآتية.
تسببت عاصفة البحر الأبيض المتوسط دانيال بفيضانات مدمرة في ليبيا، اجتاحت أحياء بأكملها وتسببت بمقتل الآلاف، ودمرت العديد من المنازل والممتلكات والمنشآت في مدن ساحلية متعددة في شرقي البلاد. وقال رئيس الحكومة المعينة من البرلمان في شرقي ليبيا فتحي بشاغة إن عدد الضحايا بلغ الآلاف مع عدد كبير من المفقودين. وقال مصدر بحكومة الوحدة الوطنية للجزيرة إنه تم دفن أكثر من 1400 من ضحايا الفيضانات حتى الآن في مدينة درنا. وأشار المتحدث باسم القوات العسكرية التابعة لقيادة الحكومة الشرقية أحمد المسماري، أشار إلى ضخامة الكارثة إلى انهيار سدين قريبين مما تسبب بحدوث فيضانات قاتلة. وقالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا جورجيت غانيون إن التقارير الأولية أظهرت أن عشرات القرى والبلدات تضررت بشدة مع فيضانات واسعة النطاق وأضرار في البنية التحتية وخسائر في الأرواح. والآن مشاهدينا نتابع فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. تغييرات عدة أجراها إيلون ماسك على تويتر يعد آخرها الأكثر جرأة ربما، فلم نعد بعد اليوم نرى شعار الطائر الأزرق على الموقع وإنما حرف إكس. فما قصة الحرف إكس؟ وما الذي يمثله بالنسبة إلى ماسك؟ وما الغاية من التغييرات التي طرأت على التطبيق منذ شرائه أواخر العام الماضي؟ وما رؤيته المستقبلية يا ترى لهذه المنصة؟ باختصار إليك التفاصيل. هناك شيء في الحرف إكس بالنسبة إلى أغنى رجل في العالم، فالشعار الجديد ركن أساسي في بعض الشركات المملوكة له، ويظهر حتى في اسم أحد أبنائه أيضا، حتى بدا وكأنه مهووس به. عموما قد يرمز الحرف إكس إلى المجهول، إذ يشتهر ماسك بتفكيره غير التقليدي، ولكن في سياق تويتر من المرجح أن يشير إلى رؤية ماسك للمنصة باعتبارها تطبيقا فائقا. وقد يرمز الحرف إلى الجيل المقبل من وسائل التواصل الاجتماعي، وغالبا ما يستخدم الحرف إكس لتمثيل شيء غير معروف أو غير محدد الذي يمكن اعتباره انعكاسا لخطط ماسك الغامضة، غير أنه لا يزال من السابق لأوانه تحديد المعنى الكامل لمدلول إكس في سياق تويتر. ومع ذلك فمن الواضح أن الرسالة لها معنى مهم بالنسبة إلى ماسك، ومن المرجح أن تلعب دورا رئيسا في مستقبل المنصة. منذ استكمال عملية الاستحواذ البالغة 44 مليار دولار، أدخل ماسك تغييرات عدة على المنصة الشهيرة، البالغ عدد مستخدميها أكثر من 350 مليون مشترك، وأبرزها تحديد عدد التغريدات التي يمكن رؤيتها خلال اليوم الواحد، بعد أن كان بإمكان المغردين قراءة عدد لا محدود من التغريدات يومياً. السماح للمستخدمين غير الموثوقين بألف تغريدة، في حين أن الحد المسموح به للموثوقين 10,000 تغريدة في اليوم. فرض رسوم شهرية في مقابل العلامة الزرقاء، فأصبح بإمكان مستخدمي تويتر شراء علامة التحقق الزرقاء لحساباتهم بعد أن كانت تمنح للأفراد والمنظمات المؤثرة أو البارزة. تغيير ألوان علامات التوثيق لتصبح ثلاثة: أزرق وذهبي وفضي. يمنح اللون الأزرق لمن يدفع رسوم اشتراك من الأفراد، بينما الذهبي للشركات، أما الفضي فللشخصيات والحسابات التابعة للحكومات. إعادة حسابات شخصيات محظورة بسبب خطاب الكراهية وخفض القوة العاملة في تويتر بأكثر من 75%. وتعرض تويتر لانتقادات بسبب الخوارزميات وسياسات الاعتدال. ربما سيحاول ماسك من خلال رؤيته الجديدة تطويره ليصبح منصة وسائط اجتماعية جديدة خالية من هذه الانتقادات. فما الذي ينوي الرجل فعله في تويتر؟ وما السيناريوهات المحتملة؟ بناء على أفكار ماسك وتغريدات الرئيس التنفيذي للمنصة، يبدو السيناريو الأكثر ترجيحاً أن يصبح تويتر تطبيقاً شاملاً لكل شيء، أو كما وصفه ماسك بـ Everything App أو تطبيق كل شيء، إذ قال مرة إنه يريد أن يجعله تطبيقاً رائعاً يقدم مجموعة متنوعة من الخدمات مثل التحويلات البنكية والتسوق الإلكتروني، وقد يشمل ذلك أيضاً إمكان طلب الطعام وسداد المدفوعات ليصبح شبيهاً بالتطبيق الصيني الشهير WeChat، مما يعني أن مفهوم التطبيق سينقلب رأساً على عقب.
ولن يكون مقتصرا على التغريدات فقط. أما السيناريو الثاني فهو أنه يمكنه استخدام تويتر كنظام أساسي لدفع الأموال وإدارتها لمجموعة متنوعة من الأشخاص والشركات، وهو ما أكده إيلون ماسك في تغريدة قائلا إن تويتر سيتيح لمستخدميه في الأشهر المقبلة إدارة ما وصفه بالعالم المالي الخاص بهم. السيناريوهات كثيرة ولا يزال من السابق تحديد ماذا سيحدث، لكن المؤكد أن لدى ماسك خططا كبيرة، ومن المرجح أن يكون مستقبل المنصة مختلفا تماما عن ماضيها. وبهذا تنتهي فقرات صدى الأقلام هذا اليوم. نشكر لكم طيب المتابعة وإلى اللقاء.